ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفوا القناه بتاعتي، انتوا حالا اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. انا ميرم روم، بعمل فيديوهات عن العنايه بالبشره والشعر والجسم، وبعمل ريفيو عن منتجات كتيره جدا، وبتكلم في موضوعات عامه ويوميه. النهاردة زي ما شفتوا في عنوان الفيديو، ان انا هتكلم عن سر خطير جدا، اول مرة اتكلم عنه، حاجة بتحصل لي او كانت بتحصل لي واختفت لوحدها، بقت تحصل لي ما بين وقت للتاني، وهي الجاسوم. الجاسوم او شبح النوم، حاجة كده يعني اللي جربه بس هو اللي عارف، وبيجي الناس قليلة، مش كل الناس. بس انا الجاسوم كان معايا بطريقة مختلفة شوية وكبيرة شوية. الجاسوم بدأ معايا من وانا عندي تقريبا 13 سنة، فضل معايا. اولا عايزين نعرف الناس اللي بتتفرج عليا يعني ايه جاسوم اصلا. جاسوم ده بتكوني نايمة، بصوا هو انا يعني الموضوع محير، في ناس بتقول علمي وعادي وبتكوني نايمة وده كابوس، بس هو كان بيحصل معايا العكس. انا هحكي تجربتي، مش هتكلم عن المفهوم العلمي او المفهوم اللي طالع عنه. انا ببقى نايمة، بقوم في نص نومي، انا لحد حالا ما اعرفش انا بقوم حقيقي ولا بتخيل ان انا قمت. المهم ببقى نايمة، جسمي مشلول تماما، عينيا مفتحة مش عايزة تتقفل، مش عارفة اتحرك، ما بعرفش اتكلم، لساني مشلول، جسمي كله مشلول. بيبدأ اكبر مخاوف ليا تجيلي، مثلا واحدة ست اللي هو الشكل اللي هو شبه الغوريلا، ده بتاع الجاسوم الاساسي. على حسب المخاوف بتاعتي في الفترة دي عن ايه، بيجيلي اكتر امتى؟ لما بكون متوترة، لما بكونش نايمة كويس، لما بيكون في مشاكل كبيرة ونايمة معيطة، لما بيكون في ضغط عندي كبير. الموضوع كان موصلني ان انا خلاص كرهة حياتي بسبب الجاسوم ده. طبعا اتكلمت مع ناس كتير ومع دكتورة نفسية، وكان الحل ان انا اعالج يعني الحاجة دي بحاجات طبية، او حاجات مثلا اهدي اعصابي او انام كويس او ما تعصبش او ما عيطش او الكلام ده. الحقيقة انا حاولت اعمل الكلام ده كله، الجاسوم ما راحش خالص، بل بالعكس انه كان بيعاند معايا. مش عارفة الموضوع ده يعني اتوجد ليه اصلا، او الرعب ده اللي بيحصل، ان هو لما بيجي بيقعد على قلبك، ضربات قلبك بتزيد، بيتكلم. انا كان بيجيلك انه بيتكلم مثلا، او انا شايفاه ومش عارفة اتحرك، كأني ضربات قلبي بتزيد وصداع وتوتر، وكل ده اثناء وجود الجاسوم. المدة كان بيقعد معايا من 5 لـ10 دقايق. الموضوع يا جماعة مهلك جدا، متعب بطريقة كبيرة جدا. الجاسوم وما شابه من الحاجات اللي بتحصل دي، او حتى الكابوس لما بيجيلك، دي حاجة انا اول مرة اتكلم عنها عاميا كده. يمكن كم حد عارف الموضوع ده، بس لما لقيت ان الجاسوم حاجة عادية وانها بتيجي لكل الناس، فقلت عادي انا هقول لكم خبرتي مع الموضوع ده وايه اللي بيحصل معايا، يمكن اللي بيحصل للموضوع ده يستفاد. هو حاجة مرعبة، والناس اللي ما جالهاش ما تفكريش في الموضوع عشان ما يحصل لكيش. ابحثي عنه لو مش عارفة، اكتبي ايه جاسوم، وهو هيظهر لك لوحده كده من غير اي حاجة. راح ازاي؟ ما راحش بسبب، يعني انا ما عملتش حاجة انه يروح. هو حقيقي يا جماعة، انا من ساعة ما عرفت خطيبي هو راح لوحده، قبل كده كان موجود. انا مخطوبة كده 10/6،
هكمل 10/6/2019، هكمل سنة ونص مع خطيب. بقالي سنة ونص الجسم ما جاليش فيهم غير مرتين بس، قبل كده كان بيجيلي يوم ويوم، وساعات كل يوم، ساعات كل اسبوع، بس كان بيجي يقضي عليا. انا كنت بقوم من النوم مفزوعة بسبب اللي بيحصل لي، ما بقاش عارفة اكمل اليوم ازاي اساسا. بيجي رعبك، بتصحي وسلام بقى لو انت عندك مذاكرة، التركيز كله بيتقطع طبعا، ما تبقيش عارفة تعملي اي حاجة. هو بيبوظ الدنيا، بيبوظ الحياة. دخلت فيلم في السينما صدفة بيتكلم برضو عن الجاسوم وازاي نتخلص منه، وشفت في الفيلم ان في راجل، مش فاكرة حقيقة اسم الفيلم خالص، شفت في الفيلم ان في راجل عشان يتغلب على الجاسوم قعد 365 يوم بدون نوم. تخيل ان هو قعد سنة كاملة من غير ما ينام عشان يتجنب بس ان الجاسوم يجيله. يدل على كده ان الجاسوم ده حاجة مرعبة جدا وخطيرة جدا، لدرجة ان الناس مش عايزة يعني تعيش التجربة او تشوفه، وعايزة تتخلص منه بأي طريقة حتى لو هي مش هتنام. في الفيلم كانت احداثه طبعا نصها خيالية، ان هم لازم يقعدوا كده في فجوة ويروحوا للجاسوم، وحاجات خيالية. انا بتكلم عن الواقعي، لو حد مثلا عنده الموضوع ده وزايد معاه يروح لدكتور نفسي ويحاول هو يعمل بالاسباب ويتجنبها، يمكن تنفع معاه هو. هي اي نعم ما نفعتش معايا انا، بس يمكن تنفع معاكم انتوا لو بتحصل معاكم. ابحثوا، هتلاقوا صور كتير لأشكال الجسوم، هتلاقوا أشكال كتيرة. بس إن هو راح ازاي من عندي أنا معلبتوش، وحقيقي يروح لوحده، يعني أنا ما عملتش أي حاجة إن هو يروح. عايزة أقول لكم إن هو كان مسبب لي عقدة كبيرة في حياتي. اتكلمت قبل كده مع واحدة في المدرسة، الميس بتاعتي، وكان بيحصل لها حاجة شبيهة للموضوع ده، فقالت لي ان انا مقلقش خالص وان انا هدي اعصابي. بس هي حذرتني، قالت لي الجاسوم بيتعب النفسيه وبيتعب حياتك وهيوتر حياتك، والدنيا معاكي مش هتبقى كويسه ومش متظبطه، لازم تتخلصي منه باسرع وقت. الموضوع ده كان بيخليني ساعات ما بركزش في حياتي، ساعات كنت بخاف انام لا يجي. يعني تخيلوا الموقف، ان انتي خايفه تنامي لا تترعبي مثلا. فالموضوع يا جماعة صعب جدا بجد، حاجة مخيفة جدا، زائد ضربات القلب، زائد بتصحي فجأة. المشكلة كمان في ان انتي اثناء وجود الجاسوم شلل جسمك، مع ان انتي مش عارفة تغمضي عينك عشان تتجنبيه، مش عارفة تتكلمي، سواء مسيحية مش عارفة تقولي اسم الصليب مثلا، او مسلمة مش عارفة تقولي اي حاجة من عندك. فالموضوع مهلك، لسانك مشلول، حركتك مش عارفة تتحركي، في شبح او حاجة من مخاوفك قدامك، بتواجهي كل ده ازاي؟ صعب. الله يكون في عون كل حد لسه بيجيله الموضوع ده. انا اتخلصت منه من سنة ونص، بس بيجيلي كل ما ببقى في ضغط شديد او متوترة جدا، اللي هو يعني بيجيلي من وقت للتاني، بس مش زي الأول، والحمد لله إنه مش زي الأول. الموضوع صعب جدا بجد. لما أنا بتكلم حاليا، لو انت بتسمعيني يعني ما بيجيلكيش فمش هتحسي، لأن يعني انت ممرتيش بالتجربة دي. أي حد ممرش بأي تجربة ما بيحسش بيها خالص، مهما قال أنا حاسس وأنا فاهم وحطيت نفسي مكانك، ولا مفيش الكلام ده خالص. حاولي تجنبي الاسباب، اقري عنه وتجنبي الاسباب. لو انت ما بيجيلكيش شوفي الاسباب وتجنبيها برضو، وحاولي ما تعمليهاش بحيث انه ما يجيلكيش خالص. ولو عجبكم الفيديو يكون عجبكم، دوسوا لايك واعملوا لي كومنت، واستنوا فيديوهاتي الجايه. ويا بنات بجد نصيحة مني ليكم، تجنبوا الموضوع ده نهائي، موضوع مرعب جدا. وأكيد
اللي جرب هو اللي هيحس. باي باي بني.